المعقدين من الأرض 21,000 واحد في 2018، وأكثر من 1,000 طالب متفقين في المدرسة مدارس السويدي الأكبر، وأكثر من 80% من المتفقين تواجدنا هناك. عندنا فرع في العاشر من رمضان بمدرستين، واقع مدرستين. عندنا فرع في المنوفية مدينة السادات، وفرع في محافظة بورسعيد في التكنولوجيا الطبية. وإن شاء الله في القريب هنفتح فرع في المعين السخنة، واقع 62 ضابط من محافظة خميس. المدرسة الثانية افتتحت في 2018، في مدرسة السادات افتتحت في 2022، وظهر في 2021. طيب احنا النظام بتاع التعليم الفني بتاعنا بنستهدف ايه؟ بنستهدف 80% من الدراسة تكون عملية جوه سوق العمل أو المصانع والشركات، بيكون التدريب عمل بشكل منظم تمام، و20% اللي هو بيوقع يومين في الاسبوع الطالب في قصدهم جوه المدرسه، وبعد كده 4 ايام بيكونوا بره المدرسه تمام. احنا عندنا المدرسه معتمده بثلاث شهادات جنبيه، هو اكشن الدراسي في المدرسه مش معانا، بس احنا عندنا شهاده الغرفه الالمانيه واوريجن وكامبريدج، بيديها للطالب بلس الشهاده اصلا اللي هو بياخدها كدبلوم في درجه التربيه والتعليم. طيب الفرع الثاني الموجود في الزهر في بورسعيد، ده بيستهدف نظام التكنولوجيا الطبيعيه، ده افتتح في 2021، اتعمل اكثر من 6 اقساط في سوق العمل، بواقع 792 طالب. معتمدين من الايزو 21,000 واحد من 2018، المدرسة معتمدة بشكل دولي، كمان الطلبة بتوعنا بنختارهم على أعلى مستوى، بيمروا بمراحل مختلفة أثناء عملية الاختيار قبل دخول المدرسة، بنعمل لهم اختبارات أونلاين، وبنعمل لهم أبلكيشن سكريننج، وبعد كده بنعمل تكنيكال أسسمنت اللي هو تقييم فني، وبناء عليه بنعمل انترفيوز هم بيدخلوا الطالب عندنا المدرسه. طيب احنا ايه الحاجات اللي احنا بنقدمها اذا مميزات للمدرسه للطالب بتاعنا؟ عندنا انترناشونال سيرتيفيكيشن، عندنا اعتماد دولي، شهادات معتمده دوليه، كمان عندنا فرص توظيف عاليه جدا، بنوظف اكثر من 80% من خريجينا، كمان عندنا البراكتيكال اكسبيرينس، الخبره العمليه اللي الطالب بياخدها او بيكتسبها خلال فتره تدريبه خلال ال3 سنين، في مونثلي انسنتيفز، بنوفر اليونيفورم، بنوفر السكولرشيب، منح دراسيه بواقع 100% في بعض الاحيان، كمان عندنا ميديكال انشورنس، تامين طبي للطلبه، وبنوفر المواصلات من والى المدرسه والمصانع. طيب احنا خريجينا ساعات كتير بيتميزوا بايه؟ احنا بيفرقوا من الناس الاكاديميه، خريجينا كمان بيحققوا انجازات في اكتر من مسابقات او او مسابقات هم بيشاركوا فيها بشكل عام. اوكي احنا خريجينا فازوا بمسابقه سيرو، كمان عندنا سكسس ريت 100%، الطلبه بتوعنا بينجحوا بنسبه 100%، كمان احنا بنضمن من ضمن الطلبه بتوعنا الجزء الطلبه اللي هم الدمج، بناخد الطلبه الضعاف السمع وطلبه الدمج بشكل عام. كمان عندنا الخريجين بتوعنا بيتميزوا ان هم اخذوا عمل تقليل في علاقه بالسوفت سكيلز اتأهلوا مهاريا وفنيا وكمان علميا، واخيرا الحقيقيه الاساسي بالنسبه لهم عشان يتعلم سوق العمل ويقدر يكون قادر انه يحقق هدفه وعايز يعرف اوكي. في عندنا مو لايف بروجرام، ده سوفت سكيلز
للخريجين بتوعنا علشان نقدر نوفر فرص عمل. عندنا نسبة التوظيف 80%. تمام، احنا بنشتغل في مجال التدريب، التدريب من اجل التوظيف. عندنا اكتر من 300 متدرب موجود اصلا في سوق العمل بيعمل حاليا في شركات، و 245 متدرب اتدرب من اجل التوظيف. من البارتنرز بتوعنا شركات الصناعه بتوعنا، احنا عندنا اكتر من 50 شريك صناعي من اعلى الاسامي الموجوده في سوق العمل زي شركات مانفريد، دي شنجر، ناس، ميكراند، اسكرايميكو، الكترو للصناعه الحراريه، مؤسسه سويد الكتريك والمجموعه بتاعتها سلاح التلويز، تي في بوركر، وغيرها من شركاء النجاح وشركاء الصناعه. طبعا بنعمل بشكل اساسي مع الوزارات المختلفه، وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، وزاره البترول، وزارة التجارة، وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الكفاءة الدولية. اوكي، الأكاديمية بارتنرز بتوعنا هومي، مايكروسوفت، إكتا أكاديمي، سيسكو، سيمنز، بيرسون.